أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وأهلا بك سهام في فقرتنا للبيئة لنهار اليوم. أسعد الله صباحك بكل خير أسامة، أنت وكل متابعي برنامج صباح النيوز. إذا نبدأ بهذا الابتكار، ابتكار تقنية جديدة لتحسين كفاءة الألواح الشمسية. نعم أسامة، فقد تمكن علماء من معهد نيكولايف التابع للأكاديمية الروسية للعلوم من ابتكار طرق جديدة تساعد على تحسين كفاءة ألواح الطاقة الشمسية باستخدام فلوريد المغنيسيوم كأساس لطبقة الحماية العليا فيها. تفاصيل في سياق التقرير التالي. طور علماء من معهد نيكولايف التابع للأكاديمية الروسية للعلوم طرقا جديدة تساعد على تحسين كفاءة ألواح الطاقة الشمسية. الخبراء تمكنوا من تطوير طرق جديدة لتصنيع طبقات من فلوريد المغنيسيوم، سيؤدي استخدامها إلى تحسين الخصائص البصرية لطلاء ألواح الطاقة الشمسية وزيادة معامل امتصاص موجات الضوء في تلك الألواح. كبيرة الباحثين في المعهد يفغينيا فيكولوفا قالت إن من بين المواد غير العضوية يتمتع فلوريد المغنيسيوم بأدنى معامل انكسار، كما أنه مستقر كيميائيا ومقاوم للإشعاع، لذا يمكن استخدامه لطلاء الطبقات المضادة للانعكاس في الألواح الكهروضوئية وألواح الطاقة الشمسية، بما في ذلك تلك التي تستعمل في الفضاء. كما أكدت أن استخدام فلوريد المغنيسيوم على شكل ألواح بطبقات متعددة يسمح بالحد الأدنى من الانعكاس في ألواح الطاقة الشمسية ويساهم في زيادة كمية إنتاج الطاقة التي تنتجها. العلماء تمكنوا من الحصول على معدل انتقال للضوء في تلك الألواح بنسبة 93%، ويعملون حاليا على التحكم في سمك طبقات الحماية وكذا ضبط معامل الانكسار فيها للحصول على نتائج أفضل. إذن نعم بالفعل أسامة، فتحسين كفاءة ألواح الطاقة الشمسية أمر مهم جدا في كسب معركة صحيح. التحول الطاقوي والتحول نحو الطاقات المتجددة، خاصة وأن الطاقة الشمسية هي المعول عليها لتعوير نعم. الوقود الأحفوري. نعم، اكتشافات جديدة أكيد تخدم البيئة والمناخ، أليس كذلك سهام؟ نعم بالتأكيد أسامة، وهو كذلك. ولكن الآن مع خبر آخر سلبي هذه المرة ومخيف، التعهد بوقف إزالة الغابات بحلول 2030 أصبح مهددا وصعبا أعتقد. نعم أسامة، هذا التعهد الذي كان في قمة، كان من أهم مخرجات قمة غلاسكو للمناخ، لكن للأسف هو مهدد حاليا بسبب عدة عوامل أسامة. فقد دقت مجموعة خبراء ناقوس الخطر بسبب التقاعس عن تحقيق هدف وقف إزالة الغابات بحلول عام 2030. التحذير جاء عقب اتساع المساحات الحرجية التي تعرضت للقطع، رغم الاتفاق الذي التزم به قادة أكثر من 100 دولة تضم معظم غابات العالم في عام 2021، حيث أن إزالة الغابات عالميا زادت بنسبة 4% العام الماضي. الباحثون قالوا إن إزالة الغابات حاليا أعلى بنسبة 20% مما كان ينبغي أن تكون عليه للوفاء بالتعهدات. كما أشاروا إلى فقدان نحو 7 ملايين هكتار من الغابات، معظمها في المناطق الاستوائية. وفي السياق ذاته أكد العلماء أن الصورة ليست سلبية تماما، حيث يعتقد أن نحو 50 دولة تسير على الطريق صحيح أقول لإنهاء إزالة الغابات، بعدما سجلت البرازيل وإندونيسيا وماليزيا تراجعا كبيرا في القضاء على الغابات، لكن في الوقت ذاته حذروا من أن هذا التقدم مهدد. نعم للأسف الشديد سهام، خاصة وأن هناك توسعا عمرانيا كبير بسكناته ومصانعه ومؤسساته، فالغابات والأشجار أصبحت مهددة، وكذلك تزايد الطلب على الخشب، هذه المادة الأولية التي تستخدم كثيرا. نعم هناك عدة عوامل أسامة، لكنها كلها راجعة إلى النشاط نعم. البشري، فكل التقديرات تشير إلى القضاء على مساحات شاسعة من الغابات، والكل يعلم ما يحدث نعم. في الغابات الاستوائية، حيث تتم إزالتها وتعويضها بمزارع الكاكاو لتقدير الطلب العالمي على الكاكاو. هذا من جهة، من جهة أخرى حرائق الغابات التي أتت على مساحات كبيرة كذلك خلال السنوات الأخيرة، خاصة الـ3 سنوات الأخيرة، إن شهدت
عدة دول عبر العالم حرائق كبيرة أتت على مساحات واسعة. هذا ما يوحي بالفعل أن هذا التعهد هو مهدد بالفعل أسامة. نعم، ننتقل إلى خبر آخر، أعتقد هذه المرة خبر مفرح. سهام المصادقة على قانون لجعل أغلفة الأطعمة صديقة للبيئة في أوروبا. نعم أسامة، فقد أقرت لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي اتفاقا يتناول الخطوط العريضة لاعتماد أغلفة صديقة للبيئة في دول الاتحاد، حيث ينص المقترح على ضرورة جمع ما لا يقل عن 90% من مواد التعبئة والتغليف على غرار البلاستيك، الخشب، الألمنيوم، الزجاج والكرتون بشكل منفصل بحلول عام 2029، كما يتعين أن تكون كل العبوات المباعة قابلة لإعادة التدوير بدءا من عام 2030، فيما لن تخضع الأطعمة والمشروبات الجاهزة لضرورة اعتماد الأغلفة القابلة لإعادة الاستخدام مقابل موافقة المقاهي والمطاعم على العبوات التي يحضرها الزبائن معهم. الاتفاق يتضمن كذلك أهدافا محددة تتعلق بخفض التغليف بالبلاستيك بنسبة 10% بحلول عام 2030، فيما سيجري حظر بيع الأكياس البلاستيكية الخفيفة في القريب العاجل. خطوات عملاقة بذلتها الكثير من الدول الأوروبية في هذا المجال. أنا قرأت مرة أعتقد من بلجيكا أو سويسرا أنه تم تصنيع صحون وأكواب قابلة للأكل، يعني بمجرد الانتهاء من الأكل الإنسان يقدر يأكل حتى الصحن. نعم أسامة بالفعل حدث هذا بالفعل. وإذا صحيح. تحدثنا أسامة عن الأغلفة الصديقة للبيئة، فكل فرد أوروبي ينتج 188 كيلوغرام من النفايات أو النفايات الخاصة بالأغلفة، أغلفة الأطعمة، هذا بحسب تقديرات 2021، وهذه التقديرات والتقديرات الحالية تشير إلى أن هذا العدد وهذه الكمية في تزايد، ولكن نتحدث عن إعادة التدوير التي تصل إلى 64% فقط. لذلك تكمن هنا أهمية هذا القانون، لأنه يهدف إلى القضاء على هذه المشكلة من الأساس، خاصة أن هذه المواد تستغرق سنوات طويلة كي تتحلل في المحيط، خاصة البلاستيك أسامة، والضرر الذي ألحقه بكل الكائنات الحية. لكن ما رأيك في فكرة الصحون القابلة للأكل؟ فكرة جيدة جدا أسامة، هي تقضي على توقف من الضغط على الموارد الطبيعية كذلك. صحيح وكذلك. طيب الآن إلى خبر كذلك أعتقد أنه مفرح ويخدم البيئة، أشجار الموز تساهم في مكافحة حرائق الغابات. هذا ما أظهرته دراسة جديدة أسامة، وهي نشرت في دورية بناس نيكسوس، وقالت الدورية أن أشجار الموز يمكن أن تبطئ وتهدئ حرائق الغابات وتدر ربحا لسكان المناطق المعرضة للحرائق. الباحثون قالوا إنه في ظل تغير المناخ وتفاقم حرائق الغابات، فإن أشجار الموز يمكن أن يكون لها تأثير وقائي، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يجعلها مثالية لمواجهة الحرائق، حيث استخدموا مجموعة من النماذج لمحاكاة سلوك حريق وقع عام 2017 في كاليفورنيا، ليكتشفوا أن حواجز أشجار الموز كان من الممكن أن تؤدي إلى تقليل شدة الحريق بنسبة 96%، كما أن الأغطية الأرضية النضرة تمنع نمو الأعشاب القابلة للاشتعال بين أشجار الموز، ما يقلل من اندلاع الحرائق، فيما وجدوا أنه حتى وإن تعرضت أشجار الموز للحرائق فسوف تنبت من جديد. أسامة هذا بالفعل خبر مفرح، وهذا ما أكده العلماء من خلال هذه الدراسة، خاصة وأن الحرائق كما قلت قبل قليل أصبحت أكثر تواترا وأكثر شدة، فربما ستساعد أشجار الموز على تطويق الحرائق والخروج بأقل الخسائر في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. لو أعتقد أن شجرة الموز من شكلها يظهر أنه فيها الكثير من السوائل والمياه، وهذا بالفعل هذه النقطة الإيجابية التي تكون في صالح لحماية الغابات من الحرائق، وهذا ما يساعد على عدم احتراقها بسهولة. صحيح، بل ويمكن حتى وأيضا تحملها لدرجة الحرارة العالية، يمكن حتى غرسها في محيط الغابات. نعم أتخل. لتطويق الحرائق ولعدم وصولها، خاصة السكان هناك الذين يسكنون بالقرب من الغابات. صحيح. طيب إلى خبر آخر الآن، هو خبر نعيشه في الجزائر ككل الدول في العالم، حرارة الكوكب تجاوزت معدل درجتين مئويتين خلال يوم واحد، ونحن في بداية ديسمبر
لا نشعر بالبرد الذي كنا نراه ونعيشه خلال السنوات الماضية سهام. نعم أسامة، هذا للأسف راجع لظاهرة الاحتباس الحراري والتي فاقم أزمة المناخ من جهة، ولظاهرة النينيو من جهة أخرى والتي عرفت ذروتها هذه السنة. فقد أظهرت بيانات جديدة أنه من المحتمل أن تكون درجة حرارة الأرض قد تجاوزت لفترة وجيزة عتبة الاحترار الحرجة يوم الجمعة الموافق للتاسع عشر من شهر نوفمبر المنصرم للمرة الأولى منذ بداية تسجيلات قياس الحرارة. ووفقا للبيانات فإنها المرة الأولى التي يتجاوز فيها المتوسط العالمي للحرارة درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية ببلوغه 2.6 درجات. العلماء قالوا إن تجاوز عتبة درجتين مئويتين في يوم واحد لا يعني أن هدف اتفاق باريس للإبقاء على الاحتباس الحراري بأقل من 1.5 درجات قد تم تجاوزه، مؤكدين في الوقت ذاته أن هذا العام في طريقه لأن يكون الأكثر سخونة على الإطلاق في كل مجموعات بيانات الطقس. الله يستر من الصيف القادم سهام، إذا كان هذا ما نعيشه في الشتاء في الصيف كيف سيكون؟ نعم أسامة، لأول مرة في الصيف القادم حطمت درجات أو متوسط الحرارة العالمي كل الأرقام القياسية متجاوزا هدف اتفاق باريس البالغ 1.5 درجة مئوية، وها هو يتجاوز عتبة درجتين مئويتين خلال يوم واحد. هذا يعني بأن الاحتباس الحراري أسامة خالف كل توقعات العلماء، ويبدو أنه علينا أن نتحضر للأسوأ. للأسف الشديد سهام، للأسف والدليل ما نعيشه خلال هذا الشتاء صحيح. ودرجة الحرارة القياسية في كل الأيام أسامة، نعول كثيرا على الناشطين في مجال المناخ وحتى الصحافة المتعلقة والتي تعنى بالأخبار المتعلقة بالمناخ والبيئة في نشر الوعي بما يحدث، ونعول كذلك أسامة على قمة المناخ المنعقدة خلال هذه الأيام والقرارات التي ستصدر عنها، وربما سيصدر هناك قرار تاريخي بالتخلي أو التخفيف التدريجي للوقود الأحفوري بعد القرار التاريخي الذي شهده اليوم الأول، وهو تشغيل صندوق الخسائر والأضرار بعد عدة سنوات من المحادثات بين الدول النامية والدول المتقدمة. أخيرا تم تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وكانت هناك مساهمات مبالغ مهمة تم تقديمها لتشغيل هذا الصندوق بصورة مبدئية على أن تكون هناك مساهمات خلال الفترة القادمة. أشكرك جزيل الشكر، هل هذا كل ما لديك؟ هل من إضافات؟ هذا كل ما لدي. شكرا أسامة. شكرا جزيلا لك، كانت هذه أسامة. فقرة البيئة لنهار اليوم. شكرا سهام. مشاهدينا نختم إياكم فقرة البيئة، الصباح نيوز لازال متواصلا، ابقوا معنا.